اسماعيل العمري، احسن خميس، حاول اسماعيل العمري السويبادة. الهدف الاول في اللقاء، الهدف الاول في اللقاء. كما قلت ممكن تغير من نتيجة المقابلة. اسماعيل العمري بطريقة ممتازة بل ورائعة يركن الكرة في الشباك. غاب طويلا عن الجولة الأولى، وتحدثنا عن اسماعيل العمري اللي قلنا على أنه ما دارش بالقوة ديالو كيف ما تعودنا عليه. الآن يستيقظ على وقع هدف، ضربة خطأ ثابتة، طريقة ممتازة. اللاعب المكناسي السابق في صفوف فريق النادي المكناسي طبعا شادوا الطريقة اللي جاب بها الهدف، تمريرة مركزة بل ورائعة بالرجل اليمنى، الكرة الثابتة. انتظرنا 28 دقيقة باش نشاهدوا هدف عن طريق الكرة الثابتة. اسماعيل العمري وضع الكرة في الشباك، كرة من جديد الآن. مهم جدا يجي هدف في الجولة الأولى، على الأقل يحرر المقابلة من هذا العقم التهديفي. فاسماعيل العمري الآن في مراوغة ممتازة، كيبحث على التمرير بالفعل، ولكن التمريرة مشات بعيدة صوب الحارس عصام بدة. 1-0 النتيجة المسجلة حتى هذه اللحظة بين فريق الفتح الرياضي الرباطي وفريق النظرية ديال البركانية. وهذا الهدف اكيد ربما غادي يخلي فريق الفتح الرباطي على الاقل يبحث على التعادل، وفريق النظرية